طبتم وطابت أوقاتكم أعزائي المشاهدين في هذا الحوار الخاص مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد السيدة إلينا رومانسكي. أهلا وسهلا بك سعادة السفيرة ضيفة عزيزة. أهلا وسهلا. سعدت بوجودي هنا. كثيرون يرون أن العراق تحول إلى ساحة صراع معقدة بين الولايات المتحدة وإيران. كيف ترين ذلك؟ أولاً دعني أقول إن الولايات المتحدة ملتزمة جداً باستقرار العراق وسيادته. هو العراق بطبيعة الحال في موقع محاط بالكثير من الجيران، وكدولة لها العديد من البلدان المجاورة بما فيها إيران، فإنها ترتبط بعلاقات مع جيرانها في المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها. والولايات المتحدة تركز أساساً على ضمان أن تكون للعراق سيادته وأن يتخذ قراراته بشكل مستقل، بما يخدم طبعاً مصلحة ليس الحكومة فقط، هو إنما مصلحة الشعب العراقي أيضاً. قبل أسابيع حلت الذكرى 20 لغزو الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق. في ضوء النتائج المتحققة، كيف ترين قرار الغزو؟ أولا عندما أتلقى سؤالا بشأن ما حققناه هنا بعد وجودنا في العراق منذ 20 عاما، أنظر إلى الأمر باعتباره مسارا مستمرا. نحن نركز كثيرا في الوقت الراهن على المستقبل، سواء في تعاملنا مع رئيس الوزراء أو الحكومة، وعلى ما يمكننا مواصلة بنائه مع الشعب العراقي وبشراكة معه. من المهم جدا بالنسبة لنا اعتبار العراق بلدا له أهمية استراتيجية كبيرة ومنخرطا في دعم استقرار المنطقة وأمنها وتنميتها الاقتصادية. ومن هذا المنظور أعتقد أننا في الطريق الصحيح لتوسيع نطاق علاقاتنا وفق الاتفاق الإطاري الاستراتيجي الذي تفاوضنا بشأنه واتفقنا عليه عام 2008. وخلال الأعوام القليلة الماضية وبسبب جائحة كورونا والتحديات الأمنية وتلك المرتبطة باستقرار العراق، كنا نركز أكثر على القضايا الأمنية. ونحن اليوم في موقع يتيح لنا العمل مع حكومة رئيس الوزراء محمد شجاع السوداني لمساعدته على تحقيق أهداف أجندته على مستوى تعزيز العمل في مجالات الأمن والاقتصاد والثقافة، والإسهام في ضمان تمتع العراق بعلاقات قوية وجيدة مع جيرانه في المنطقة، وخصوصا مع بلدان مجلس التعاون الخليجي والأردن والبلدان الأخرى. نتطلع فعلا إلى المستقبل، وقد بدأنا نقاشات عديدة في الاقتصاد، ونسعى بحماس إلى زيادة تعاوننا الاقتصادي والتجاري. وعملنا على تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة هنا في العراق، وتعزيز التبادل الثقافي الذي ينتظرنا فيه الكثير من العمل بصراحة. أعتقد إذن أننا مستعدون للعمل من أجل المستقبل. بدأنا في تحديد مجالات النقاش الجديدة في إطار الاتفاق الأعلى للتعاون التشاوري في فبراير، عندما سافر وزير الخارجية العراقي مع الوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة. ومن بين المجالات الجديدة والمهمة ليس للعراق فحسب، وإنما للولايات المتحدة والمنطقة والعالم أيضا، العمل على مواجهة التغير المناخي. فأثار الجفاف وشح المياه وضعف جودة الهواء واضحة جدا على الحكومة والشعب معا. بالنسبة لنا يتعلق الأمر بالتطلع إلى المستقبل وتوسيع نطاق العلاقات المحددة بعناية في الاتفاق الإطاري الاستراتيجي. هناك شيء ملاحظ مهم بمجرد تولي حكومة السيد السوداني التي يعتبرها البعض بأنها قريبة من الفصائل المسلحة، على الأقل من ناحية التمثيل الشكلي السياسي لبعض هذه الفصائل داخل الحكومة. توقفت الهجمات على السفارة الأمريكية، هل لديكم تفاهم مع رئيس الوزراء بخصوص هذه الفصائل؟ أولا يمكنني القول إنه من أجل تطبيق أي حكومة لرؤيتها لابد من وجود الاستقرار والأمن. طبعا يمكن التقدم والعمل على تعزيز علاقاتنا بعد أن صار العراق يتمتع بالاستقرار الذي كان ينشده الشعب العراقي. هو عندما أخرج وأتحدث إلى المواطنين العراقيين يتبين لي بوضوح شديد أنهم لا يريدون دولة تسيطر عليها الميليشيات، بل يريدون نزع السلاح من أيدي الميليشيات وإعادته إلى الدولة.
لذلك مهما تكن طبيعة علاقة رئيس الوزراء مع هذه الجماعات المسلحة والفصائل، فإن الهدف يجب أن يبقى منصباً على ضمان تمتع العراق بالاستقرار والأمن، وهو هدف منوط تحقيقه برئيس الوزراء، وهو استقرار ستستفيد منه حتماً الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أيضاً. فجميعنا لا يمكننا جلب الأعمال والانخراط على نطاق أوسع إذا لم يكن هناك استقرار وأمن في العراق. وكل ما علي فعله بصراحة هو النظر عبر نوافذ مبنى مجمع سفارتنا لنرى الحجم الضخم للمباني التي يجري تشييدها، كما أنني عندما أتجول بسيارتي في شوارع العراق أرى أن شركاتنا تزدهر، وهناك في الواقع الكثير من رجال وسيدات الأعمال العراقيين الذين يرغبون في رؤية المزيد من الشركات تستثمر هنا في العراق. كانت لدينا أيضا فرصة للحديث مع أصحاب الشركات هنا، وبفضل الاستقرار الذي أصبح العراق يتمتع به بدأ العراقيون في الشتات يعودون إلى بلدهم من أجل الاستثمار وعرض فنونهم وأعمالهم. هناك إذن بيئة إيجابية جدا تزخر بالفرص، والفضل في هذا يعود إلى الاستقرار السائد حاليا وإلى الأمن الذي أصبح يعم العراق وخصوصا في بغداد. العراق لديه مشاكل عديدة مع تركيا، خصوصا فيما يتعلق بملف التدخلات العسكرية في شمال العراق التركية طبعا، وأيضا ملف تراجع منسوب المياه بفعل تراجع واردات المياه القادمة من تركيا إلى العراق. هل لدى الولايات المتحدة ما تقدمه للعراق في هذين الملفين؟ Well, first of all, on Turkey. أولاً بالنسبة لتركيا، نتشارك مع أنقرة قلقها بشأن الهجمات التي يشنها عليها حزب العمال الكردستاني، ونشجع تركيا والعراق على العمل معاً والتعاون في مكافحة الإرهاب لإعادة الاستقرار للأماكن المستهدفة بالهجمات الإرهابية. هناك شيء واحد أريد قوله بشأن المياه، وأنا سعيدة أنك أثرت هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع في الواقع مبعث قلق حقيقي للعراقيين والحكومة. من جهتنا نعرب عن استعدادنا ورغبتنا في العمل مع الحكومة والشعب العراقي لتشارك أفضل ممارساتنا بهدف تحقيق كفاءة أكبر في استخدام المياه ولتضمين هذه الممارسات الفضلة في إدارة المياه، وكذلك حث حكومة العراق على الحديث وبدء حوار بناء مع البلدان المجاورة التي تعتبر دول المصدر للمياه العراقية، وذلك في محاولة للتوصل إلى تفاهم أفضل بشأن كيفية تقاسم موارد المياه. كما تعلم، تواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عملها هنا في العراق منذ سنوات عدة، ونحن فخورون جداً بالمشاريع التي نفذناها مثل جلب مضخات المياه وصيانتها في مناطق مثل البصرة ونينوى والأنبار، وتوصيل المياه إلى مئات الآلاف من السكان في المناطق التي تمكنت وكالتنا من إطلاق مشاريع فيها. فالولايات المتحدة تضررت أكثر من مرة بموجات الجفاف، وقد أرسلنا مجموعة من خبراء المياه العراقيين إلى بعض مناطق الولايات المتحدة، حيث نبحث عن طرق مبتكرة وعن استخدام تكنولوجيات جديدة لتحسين إدارة المياه وتوصيلها. هذا إذن مجال يغمرنا الحماس للتعاون فيه أكثر عبر دعم الاستراتيجية الجديدة للمياه التي أعتقد أن الحكومة تفكر فيها. إلى أي مدى لا يزال هناك اهتمام بالتواجد العسكري الأمريكي في المنطقة في ظل تقارير تشير وأحيانا تؤشر إلى تراجع هذا الاهتمام وتحديد سلم الأولويات بالنسبة للولايات المتحدة باتجاه الاهتمام أكثر باتجاه آسيا وأوروبا؟ Well, first of all, that's an excellent question, and I get that question very often. But let me just say that I think almost a year. أولاً، هذا سؤال وجيه للغاية، وغالباً ما يطرح علي. لكن دعني أخبرك أنه قبل نحو عام، وبالضبط في يوليو الماضي، زار الرئيس الأمريكي بايدن السعودية والتقى بزعماء المنطقة، وأوضح بشكل جلي أن الولايات المتحدة لن ترحل عن المنطقة. فالولايات المتحدة تعتبر هذه المنطقة ذات أهمية استراتيجية،
وتربطنا علاقات قديمة وطويلة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم. وقد عملنا مع شركائنا في المنطقة لوقت طويل من أجل مواجهة عدد من التحديات، وخصوصاً لوضع حد لمختلف الأزمات في المنطقة. واضح إذن أن الولايات المتحدة ستظل موجودة في المنطقة وستبقى مهتمة بتعميق شراكاتها مع دولها، خصوصاً مع العراق. وقد سعدنا بتأكيد رئيس الوزراء أنه يحب العمل مع الولايات المتحدة، وأنه يرى أن العمل الذي نبذله لضمان هزم داعش ما يزال مهماً جداً، وأن جهودنا ستستمر حتى نتيقن من أن جميع عناصر داعش قد هزموا بمن فيهم الفلول. ونحن واثقون من أنه تربطنا بالعراق علاقات متنامية ومهمة في القضايا الأمنية، وسنواصل طبعاً العمل معاً في هذا الاتجاه. يعني حقيقة كل ما سمعته من جنابك لحد الآن هي صورة وردية. في ظل هذه الصورة الوردية، إلى أي مدى يمكن القول بأن حرب التحالف الدولي على الإرهاب قد انتهت؟ Well, as I was saying, I think that we still believe. كما قلت، ما زلنا نعتقد إلى جانب حكومة العراق أنه ما تزال هناك جيوب من مقاتلي داعش، وهذا يمثل تحدياً مستمراً لأمن واستقرار المنطقة، وأننا سنواصل عملنا كشركاء لمواجهة هذا التهديد الداخلي في العراق. ستستمر الولايات المتحدة في العمل على ضمان ألا يظل تنظيم داعش تهديداً للمنطقة وللعالم على حد سواء. لهذا لا أعتقد أننا في موقع يسمح لنا بالقول إن داعش قد انتهى أمره، بل يمكننا القول ومن العراق والمنطقة تحديداً إن لدينا شراكة قوية تتقاسم معنا رؤيتنا التي تفيد بأن عملنا في إطار التحالف الدولي لهزم داعش ما يزال مهماً جداً. في الواقع ما زلنا نجري اجتماعات وزارية سنوية بشأن هذا الموضوع، فضلا عن تركيزنا على كيفية ضمان إعادة إدماج الضحايا من أقارب داعش في مجتمعاتهم وعيشهم ضمنها بأمان. عندما نتجول في الشارع اليوم أو نسأل بعض السياسيين، بعض المواطنين، يتحدثون عن أزمة الدولار، أزمة تراجع قوة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. الكثيرون نسمعهم يقولون بأن هذه الأزمة مرتبطة بإجراءات الخزانة الأمريكية. ما رأيك في ذلك؟ Well, first of all, let me address this as we don't see this as a crisis. أولاً دعني أقول إننا لا نرى أن هذه أزمة، بل إننا نسعى إلى مواصلة دعم رئيس الوزراء محمد شجاع السوداني في التزامه باستئصال الفساد وغسيل الأموال في العراق. فالخطوات التي اتخذناها وما نزال مع المصرف المركزي العراقي ومع باقي البنوك في العراق تهدف إلى ضمان تقوية النظام البنكي الدولي هنا في العراق، والتحقق من أن البنوك تملك آليات الامتثال اللازمة لمنع حدوث غسيل الأموال وتهريب الدولار إلى خارج العراق، ولضمان أن تشعر الشركات العراقية بالثقة، وأن يثق الجمهور العراقي بأن لديه نظاماً بنكياً يحمي مدخراته وموارده المالية. غير أن المطلوب هو احترام البنوك للمعايير الدولية واستبعاد كل الفاعلين الخبثاء الذين يستخدمون النظام البنكي الدولي لغسل الأموال. هذا في رأيي من صب عليه التعاون بين وزارة الخزانة والنظام المالي العراقي منذ وقت طويل. حكومة السودان لديها تحديات كثيرة، من أبرز هذه التحديات هي المشاكل التي تواجهها في إنتاج الطاقة. ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لمساعدة هذه الحكومة في هذا المجال؟ Well, you know, that is an excellent question because هذا أيضا سؤال وجيه للغاية. فمن بين الأشياء التي تعهدنا بمساعدة رئيس الوزراء على تحقيقها في أجندته هو دعمه لتحقيق الاستقلال في قطاع الطاقة عبر طرق شتى. العراق له ثروات طبيعية لو تم استخدامها بشكل سليم لكانت جعلت هذا البلد محققا للاكتفاء الذاتي في الطاقة وفي إنتاج كل ما يحتاجه من كهرباء.
وبصراحة فإن العراق يمكنه أن يتحول إلى مصدر للكهرباء إلى بلدان المنطقة. ولطالما جمعنا تعاون في مجال الطاقة، فشركة جنرال إلكتريك كانت شريكاً للعراق في قطاع النفط تحديداً وإنتاج الكهرباء منذ مدة طويلة، وهي تواصل التزامها بالبقاء في العراق. مؤخراً شجعنا حكومة العراق على إبرام اتفاق مع شركة توتال إنرجيز، وهو اتفاق كبير سيتيح التقاط الغاز وسيسمح بتنفيذ مشاريع طاقة شمسية وطاقات بديلة. وأعتقد أنه توجد مشاريع تستقطب اهتمام الشركات الأمريكية أيضاً في التقاط الغاز وتحسين الربط الكهربائي للعراق. فهناك ثلاثة مشاريع لربط العراق كهربائياً بالمنطقة، أحدها مع الأردن، والثاني مع السعودية، والثالث مع بلدان مجلس التعاون الخليجي. وقد وصلت هذه المشاريع إلى مستويات مختلفة من حيث الإنجاز، لكن دعني أقول مرة أخرى إن العراق له القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكهرباء، ونأمل طبعاً أن يصبح لاحقاً منتجاً للكهرباء في المنطقة. سعادة السفيرة رومانسكي، لا يسعني إلا أن أشكرك في ختام هذا اللقاء، شكرا جزيلا على هذه الفرصة. شكرا جزيلا، استمتعت بالحديث معكم. شكرا جزيلا لكم أيضا أعزائي المشاهدين في ختام هذا الحوار الخاص، على أمل أن نلتقي في حوارات خاصة أخرى. دمتم في أمان الله.